أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من طالبنا للمناظرة من أهل الفرق كجماعة التبليغ وأصحاب الفكر المنحرف أفراخ الخوارج، هل نجيبهم لذلك؟ ليسوا على حد سواء، ليسوا على حد سواء. أصحاب الفكر المنحرف أهل الزيغ والضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية، هؤلاء يرد عليهم، لكن لا يرد عليهم إلا من عنده علم وبصيرة ونقض لحججهم. وهذا والحمد لله كفينا إياه، الكتب الآن التي رد بها السلف عليهم موجودة ومتوفرة، ما تركونا كما قال الشيخ رحمه الله فيما سمعتم، ما تركونا، بينوا لنا وورثوا لنا ثروة هائلة من الكتب النافعة. فهم ردوا على الخوارج، ردوا على المعتزلة، ردوا على الشيعة، ردوا على جميع الفرق الضالة. ما علينا إلا أننا نرجع إلى ردودهم ونستفيد منها وننشرها، ننشر كتبهم ونخرجها للناس، لأن الحاجة ماسة إليها، كفينا في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.